أولى هذه الحلقة، هذه رسالة وصلت من مستمع العوطي ساسي من الجزائر، يقول في هذا السؤال لفضيلة الشيخ: ما هي عوامل نجاح الداعية في تبليغ الدعوة في هذا العصر؟ نرجو منكم الإجابة مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فإن الدعوة إلى الله مهمة جدا، وهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأتباع الرسل، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الدعوة إلى الله مقامها عظيم ونفعها عميم خيرها كثير، ولكن اشترط في الداعية لتكون دعوته ناجحة بإذن الله اشترط لها شروط. الشرط الأول أن يكون على علم وفقه في دين الله ومعرفة بما يدعو إليه وما ينهى عنه، وذلك يحتاج إلى تعلم تفقه في دين الله قبل مباشرة الدعوة. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فجعل التفقه في الدين سابقا ومقدما على التحذير والدعوة إلى الله عز وجل. وفي الآية التي سمعناها يقول جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هي العلم. قل سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه الأمور لا تتحقق إلا بالعلم النافع والفقه في دين الله. ثانيا أن يكون الداعية مخلصا لله عز وجل في دعوته، لا يقصد من ذلك طمعا في الدنيا، ولا يقصد بذلك مدحا ولا رياء ولا سمعة ولا تعظيما بين الناس، وإنما همه إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى ونفع المسلمين. ولهذا قال: أدعو إلى الله، وهذا يقتضي الإخلاص، يعني يكون الداعية يدعو إلى الله، لا يدعو إلى شيء أو يدعو إلى حزب أو إلى جماعة أو إلى مذهب غير سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك اشترط الداعية أن يكون ذا حكمة وبصيرة وروية وصبر واحتساب. اشترط الداعية الصبر على ما يلقى من المشقة، ما يلقى من الناس، يكون على صبر وثبات وعدم يأس، بل يستمر ولو واجه ما يواجه من المشقة، فإن ذلك في سبيل الله عز وجل. فإذا لم يكن مع الداعية صبر واحتساب فإنه يتوقف من أول الطريق، من أول عقبة تواجهه، فلا بد من الصبر ولا بد من الاحتساب. فإما أن ينفع الله بدعوته، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وإما بأن يبرئ ذمته ويقيم الحجة على المخالفين. هذه أمور لا بد أن تتوفر الداعية لتكون دعوته ناجحة ومثمرة بإذن الله عز وجل.